بنتكلم على الموضات الغريبة والجديدة، بنتكلم على الريد فلاجز. ايه هي الريد فلاجز؟ كل شوية بنسمع المصطلح ده. طب ماشي، ما انا عايزة اعرف انا كمان حياتي فيها ريد فلاجز ولا لا. تلاقي كل البنات والستات تلاقيها، طب ايه يا جماعة، ما تنورونا، طيب يعني ايه ريد فلاجز؟ طب انا حياتي فيها اعلام حمراء، اعرف ازاي ان انا عندي في حياتي اعلام حمراء ولا لا؟ ممكن اغلبها سودة لكن حمراء دي جديده. طيب خلونا نرحب بضيفتنا الموجوده معانا في الاستوديو، جهاد التابعي، البلوجر وصناعه المحتوى. ازيك يا جهاد؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ إيه؟ الحمد لله. نورانا لاول مره على القناه الاولى. ميرسي من ذوقك. يعني احنا متابعك على السوشيال ميديا، فالنهارده يعني عايزين نتالق مع بعض بقى. اكيد. دايما بنجري ورا البلوجرز وبنشوف هم بيقولوا ايه كل يوم، لان انتوا اكتر ناس عندكم طاقه واكتيف اكتر في كل حته، في الشوارع، في المحلات، في مع اي موضه بتطلع، سواء ميك اب، شعر، مصطلحات، حاجات حتى اجتماعيه ونفسيه. ايه اكتر الحاجات اللي انت عملتي عليها فيديوهات الفتره اللي فاتت وقلتي ان دي ده لغه العصر اليومين دول؟ بصي، هو المصطلحات الجديده زي توكسيك وريد فلاج وميكسد سيجنالز، المصطلحات دي احنا بنتكلم عنها عشان هي انتشرت في الشارع او انتشرت بين الناس اكتر، فاحنا بالتالي بنتكلم عنها، لكن مش احنا اللي نشرناها اعتقد يعني. لا، او حتى لو بتلاقوها موضه موجوده ناس بتتكلم عليها، فانتوا بتعكسوا اللي بيحصل. يعني ده صدى لده، يعني ما تقدريش تحددي مين نشر ايه الاول، بس لو بلوجرز نشروها هيبقى غالبا في الغرب وبعد كده اتنقلت للشرق. يعني مثلا مصطلح زي توكسيك في سنه 2018، توكسيك يعني سام بالعربي. حاولت افهمهم في الاول، قلت لهم يا جماعه ما تقولوا علاقه سامه، ايه اللي هيحصل يعني؟ نكد. بصي، يمكن استخدام الكلمه بالانجلش بيحسس الجيل الشباب ان هي اخف شويه، وبيحسسه ان هو مش بيهين الطرف الاخر لكن هو اللي ضحيه، فده بيخفف تاثيرها شويه. يعني انا لما اقول توكسيك فبتبقى اقل شويه. يعني انا مثلا لما اقول انا كنت في علاقه مع شخص توكسيك، انا بحسس نفسي ان انا اللي ضحيه وان هو اللي كان وحش. لكن انا لو قلت هو نكدي هيتقال لي ما تتكلميش عنه وحش، فالشباب بقوا بيتفادوا حته اللوم. الهروب بقى. بالظبط. كمان كلمه توكسيك كلمه ما تقدريش تمسكيها من حته معينه، هي ما بتدلش على تصنيف نفسي معين. يعني الكلمه ينفع تغطي مصطلحات تانية في علم النفس زي نرجسي، زي شخصيه اعتماديه، شخصيه وسواسيه، ما حدش ينفع يقول التصنيف بنفسه. فالناس استسهلت تستخدم كلمه توكسيك عشان تتنصل من المسؤوليه بتاعت انا مش بشخصك. فعشان كده في 2018 قاموس اوكسفورد الانجليزي حط الكلمه، اضافها انها كلمه للعام 2018، يعني من كتر ما هي استخدمت في امريكا. يعني في 2018 اكتر مصطلح الناس استخدموه توكسيك. بصي، الكلمه موجوده اصلا من الاول. لا، ما هي دي اصلا في اللغه، موجوده في اللغه بمعنى سام. لكن في 2018 القاموس اضاف لها معنى زياده، وقال ان هي اكتر كلمه استخدمت في 2018 في العلاقات بالذات.